بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بدأنا بالأمس بشروط وجوب الصوم، يعني على من يجب الصوم؟ قلنا لا يجب الصوم على لا يجب على من لم يكن مسلما، في الدنيا لا نطالبه. لا يجب على من ليس بالغا، الصبي ندربه لكن شرعا لا يجب عليه. لا يجب على من كان فاقدا للعقل، اذا اخذ ما وهب اسقط ما اوجب، ومثل منه زواحل عاقل بس صار معه حاله اغماء ودخل العنايه المشدده وعده جمعة شهر سنة وهو فاقد لوعيه، لا نطالبه. إجا رمضان وخلص رمضان، لا ما نجب عليه قضاء أصلا، هو ما طولب بالأداء أصلا. طيب، شرط الوجوب الثالث قال الخلو من الأعذار المانعة من الصوم أو المبيحة للفطر، أن يخلو هذا الإنسان أو هذه المرأة من عذر يمنع من الصوم. مثلا الحيض، المرأة إذا حاضت، المرأة كل شهر تأتيها دورة شهرية معروفة، فعندما تأتي لا صوم ولا صلاة، لكن الصلاة لا تطالب بقضائها لأنها يعني عذر متكرر. أما الصوم فلأنه يأتي بالسنة مرة كذا قال الفقهاء، فتطالب بقضائه بعد رمضان. قال أما الأعذار المانعة فهي التلبس بالحيض أو النفاس جزءا من أجزاء النهار، والله فائت المرأة وصايمة وبعدين نامت ساعة مالي قرأت قرآن فزت الظهر لقيت حالها يعني قد بدأت الحيضة، جزء من النهار يجعل هذا اليوم غير مطالب بالوجوب في حق هذه المرأة. طيب، وكذلك النفاس، واحدة نامت وهي بطنها لحل أو فائت وجاء الطلق وولدت بقلب النهار أو قبل المغرب بعد العصر جزء من النهار، مع أنه هي صامت العصر أيضا لها الثواب فيما صامت، لكن هذا لا تطالب به ولا تطالب بإتمامه وليست مطالبة مطالبة الوجوب. نعم. الشيء الثاني الإغماء، الآن تكلمنا إنسان صايم انتبهنا ففقد وعيه لسبب من الأسباب، صار معه نزيف بالدماغ، أخذوه إسعاف على المستشفى من قبل الفجر لبعد المغرب وما كان حاسس. طيب هذا اليوم نقول له من طالبك يعني يجب عليك وتخاطب به، لا، هنا يوجد مانع. الإغماء أو الجنون المطبق بياض النهار كله، فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر. هل أصح الزلمة يعني مثل اللي بيجي الساعة أو الصرح يعني يفقد وعيه لمدة مثلا 5 دقائق انتبهنا ثم يعود، هو صايم برمضان، شو بنقول له؟ بنقول له انت فقدت الوعي لا يجب عليك الصوم؟ لا لا، هذا الانسان فقد الوعي لدقائق ثم عاد. نحن نتكلم عن عدم الوجوب بالنسبه لمن يعني اصابه جنون مطبق او اغماء مطبق بياض النهار كله، يعني او كله يعني كل النهار. تمام. اما اللي فقد وعيه، نزل ضغطه، جته نوبة صرع، هذا الإنسان لا يجب عليه، فقد وعيه 5 دقائق من له بعد ما صحي كمل، يجب عليك إتمام الصيام. طيب، قال فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر ووجب إمساك بقية اليوم. وأما الأعذار المبيحة للإفطار فهي المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا او الما او انزعاجا شديدين، يعني المرض الذي يتاخر معه الشفاء او يؤدي الصوم الى زيادته او يؤدي الصوم الى يعني
فساد عضو من أعضائه، القضية هي تعود إلى الطبيب. بل كثير بيجينا تليفونات، أستاذ يعني نحن هيك صار معنا، نفطر، أخي شو تفطر؟ في طبيب؟ أنا ما بقدر إلا معه السكر، في كثير ناس مرضى السكر ويصوموا، في كثير ناس مرضى السكر وما بيصوموا، في عندك طبيب؟ طيب جانا سؤال أول أمس إنه أخي الطبيب يعني تقول المرأة غير مسلمة، طيب اسألي طبيب مسلم، عندنا الآن هنا في عنتاب الحمد لله مئات الأطباء من المسلمين والملتزمين يلي بيصوموا وبيصلوا كذا. طيب قال المرض الذي يسبب لصاحبه ضررا شديدا أو ألما أو انزعاجا شديدين هذا يبيح الإفطار، أما إن اشتد المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفطر حينئذ. إذا خشي الهلاك خشي لا يوجب، يعني في إباحة للفطر وفي وجوب للفطر، ديننا واسع الحمد لله ومرن بضوابط. ثانيا السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كيلومتر بشرط أن يكون سفرا مباحا. يعني شو سفر مباح؟ والله واحد ليلة راس السنة وحاجز على باريس مشان يحضر حفلة شو اسمه؟ والله الله نساني اياه عشان ما تقولوا هذا الشيخ حافظ متينين ما بعرف شو بيقول لك سهروا ولا بيحسوا بيحبوا حالهم بيطلعوا على باريس. هذا السفر انشئ لاجل المعصيه فتسقط معه كل الرخص عند السادة الشافعيه. السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كيلومتر بشرط ان يكون سفرا مباحا، هذا الشرط، وبشرط ان يستغرق السفر سائر اليوم. اما ان اصبح خلصوا الخمس دقائق أكثر صاروا؟ شيخي سبعة ال طيب بس نكمل هاي الفكرة. أما إن أصبح صائما وهو مقيم ثم أحدث أثناء النهار لم يجوز. أما إن أصبح صائما وهو مقيم وبعدين بده يسافر أحدث السفر بعد ذلك، قلت له واحد والله ناوي يسافر يطلع على اسطنبول ويطلع بالباص والباص بيطلع الساعة 3 مثلا، هون أحدث السفر متى؟ وهو حالة الإقامة وهو صائم، استيقظ صائم فالصائم قال لا لا، نقول له لا يجوز لك أن تفطر بعذر السفر، ينبغي أن تنشئ السفر من الليل حتى وتخرج من حدود المدينة، أو أن يصبح هناك مشقة بسبب السفر. نعم. أما إن أصبح صائما وهو مقيم ثم أحدث سفرا أثناء النهار لم يجوز الإفطار، ودليل هذين العذرين قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.